فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي بستان ينتج فواكه كل عام، فهل أخرج الزكاة على ما ينتجه هذا البستان من الفواكه نفسها؟ الفواكه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في قيمتها. إذا بعتها وحصل عندك مجموعة من الدراهم تم عليها سنة زكيها، إذا بلغت النصاب القيمة وحال عليها الحول زكيها. أما نفس الفواكه ما فيها زكاة في نفسها، زكاة في الحبوب والثمار، هذا اللي فيه الزكاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.